وينسج كل طريق لدي وأرجو إلي ألا من سبيل ويرتد طرفي حسيرا إلي وتنهال كل همومي علي وينسج كل طريق لدي وأرنو بليلي أنا من سبيل ويرتد طرفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المشاهدين الكرام، سلام عليكم من الله ورحمة منه وبركة، تحية لكم في الحلقة الثانية من سلسلة حلقات يلزم الشيعة. في هذه الحلقة سوف نتابع ما كنا قد توقفنا عنده، وهو الكلام على أمومة الكرامة بالنسبة لعائشة رضي الله عنها وقوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقلنا أن هذه الآية صريحة جدا في أنها أمومة الكرامة لعائشة رضي الله عنها، واضحة جدا، ولغيرها من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين رجالا ونساء من أنفسهم، فكذلك عائشة رضي الله عنها أولى أم للمؤمنين رجالا ونساء، لأن الحكم في الآية طال المؤمنين عموما، ولا يمكن أن تكون القسم الأول من الآية مطلق للمؤمنين والمؤمنات، ثم القسم الآخر وأزواجهم أمهاتهم، أمهات يعني المؤمنين، أن يكون هذا خاص بالرجال دون النساء، مما يدل على أن ما يقول به يعني الرافضة أن الآية معناها تحريم أن يتزوج أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، هذا معنى وأزواجهم أمهاتهم، أن هذا تحريف للكلم عن مواضعه. وقد نقلنا قول الطوسي في كتاب المبسوط المجلد الرابع أن الكافرة لا تكون أم المؤمنين، لأن هذه أمومة الكرامة، لأن هذه أمومة الكرامة. وبودي أن أبدأ بإيراد رواية وجدتها في كتاب بحار الأنوار، وفيها رد على من يزعم أن الأمومة هنا هي أمومة الأمومة التي تعني تحريم أن يتزوج أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. في هذا الكتاب بحار الأنوار، وأنتم تعرفونه، المجلد 38 الصفحة 89، في هذا الكتاب ننظر إلى ما فيه. هذا بحار الأنوار طبعا على اليمين قليلا يبدأ بحوار جرى بين يزيد ابن شرحبيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه، ذكر رواية طويلة في ذلك. نعم. طيب، ثم قال: قلت لأن الله تعالى حرم الأزواج عليهن، قال: كيف وقد خلى الموت سبيلهن؟ يعني كيف يقال أن معنى الآية تحريم أحد من الزواج بهن؟ قال: فأخبرني يا ابن مولاي عن معنى الطلاق الذي فوض رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه إلى أمير المؤمنين عليه السلام. فقال: إن الله تبارك وتعالى عظم شأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم فخصهن بشرف الأمهات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا الحسن، إن هذا الشرف باق لهن
ما دمن لله على الطاعة، فأيتهن عصت الله بعدي بالخروج عليك فأطلق لها في الأزواج، يعني طلقها وأسقطها من شرف أمومة المؤمنين، شرف أمومة المؤمنين ثلاث مرات معلش، شرف أمومة المؤمنين. إذن هذه أمومة الشرف ولا أمومة التحريم، تحريم الزواج منهن؟ إذن هذه الرواية واضحة جدا، نعم واضحة جدا أن هذا النص يدل على تعظيم نساء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر صار يعني واضحا. الأمر الآخر طبعا هذا النص الآن يعني أن النبي لا يعلم الغيب، وسوف نأتي على ذلك إن شاء الله، لأن النبي قال يعني أي واحدة منها عصت فأطلقها في الأزواج. إذا عصت يعني النبي صلى الله عليه وسلم الآن ما يعلم أنها سوف تعصي، علي لا يعلم أنها سوف تعصي، لو كان يعلم أنها سوف تعصي مثلا كما يزعمون لقال له لكني أعلم يا رسول الله أنها سوف تفعل ذلك، فما رأيك أن أطلقها الآن، ما رأيك أن تطلقها الآن قبل أن تموت، أنا أعلم لأني أنا الإمام الذي لا يخفى علي شيء، لأن من علامات صحة الإمام الصحيح أن لا يخفى عليه الشيء يعني مطلقا، فكان عليه أن يقول ذلك، وكان على النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها قبل موته لعلمه بما سوف يكون من أمرها. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حثنا وحفزنا على أن نختار لأنفسنا الزوجة الصالحة، كما في الحديث الذي في صحيح البخاري تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، وهذا رواه البخاري. يوجد في كتاب الكافي للكليني ما هو قريب منه وهو هذه الرواية. قال أبو جعفر، لحظة بس نصلحها، أيوة. أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره في النكاح، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انكح وعليك بذات الدين تربت يداك. يعني وهذا فيه كأنه دعاء عليه إن لم يفعل تربت يداك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ثكلتك أمك إلى غير ذلك. إذن الأمر المتفق عليه أن يعني بين السنة والشيعة أن الذي يريد أن يتزوج يبحث عن ذات الدين، نعم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتاج أن يبحث لأنه لا يخفى عليه شيء، فكان عليه من الأصل أن يتزوجها لعلمه الغيبي بما سوف يكون من أمرها. وهنا نأتي إلى أمر مهم، وهو استدلال الرافضة بقوله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. قالوا هذا مثل ضربه الله تعالى لعائشة وحفصة، ثم قالوا ما أراد بالخيانة إلا الفاحشة كما ورد في تفسير القمي. طيب، لكن حقيقة وجدت أن الاستدلال بهذه الآية حقيقة يلزم منه نقد عقيدة الرافضة في أن النبي يعلم ما يكون، إذن فلا يكون النبي عالما بالغيب، واحد من اثنين، يا أما النبي يعلم بالغيب، نعم، يا أما نقد هذه العقيدة. إذا أصريتم على هذه العقيدة والتزمتم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لزمكم الطعن في شرفه أنه كان يعلم أن عائشة سوف تخون، سوف تكفر،
سوف تعصي إلى غير ذلك، ومع ذلك أبقاها عنده، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد خالف صريح القرآن في قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، أو التزموا ترك هذه العقائد الفاسدة. فهذا الالتزام حقيقة يعني الالتزام بترك هذه العقيدة الفاسدة هو لصالحكم يوم القيامة. إذن لكن طبعا الشيعة على ما أعلم، وكانت هناك مناظرات بيني وبينهم حول ذلك، ما يعني لا يزالون يصرون على أن النبي يعلم الغيب، النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب. طيب، لكن ماذا عن قوله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب؟ وماذا عن قوله تعالى: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء؟ الذي أعلمه خلال مناظراتي معهم أنهم يقولون: وماذا عن قوله تعالى: إلا من ارتضى من رسول، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. إذن الله عز وجل يرتضي النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر عليه شيئا من غيبه. طيب، السؤال الآن: هل إظهار الله شيئا من الغيب على نبيه صلى الله عليه وسلم يبقيه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه أم يبلغه؟ ألم يقل الله عز وجل: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها؟ لسه ما انتهت الآية: أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. أنت ولا قومك. إذن لما أظهر الله شيئا من غيبه من قصص الأولين، قصص الأنبياء، أمور غيبية كانت غائبة عن الناس لا يعرفها أحد، كما يقول ربعين: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من الشاهدين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، وما كنت. معنى ذلك أن هذا شيء ما كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلمه الله إياه، فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، لأصحابه ومن بعد أصحاب الأمة. فيلزم أن نكون نحن أيضا نحن عالمين بالغيب، يلزمكم ذلك، لأن الله عز وجل قال: أنت ولا قومك. نعم. فإذن فالذي يظهره الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يبلغه رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك قوله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: ماذا لو كنت أنت أيها المشاهد تعلم الغيب وعلمت بهذا الغيب الذي عندك أن التي تريد أن تتزوج منها خائنة، أتتزوجها؟ إن كنت تقول لي لا أفعل، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعل من باب أولى، لا يفعل من باب أولى، ولا يليق ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن الله عز وجل قال: ولو كنت أعلم الغيب، يعني أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهل مسه سوء عائشة رضي الله عنها؟ كيف يمسه سوء عائشة وهو يعلم الغيب؟ طيب، أما الرواية التي ذكرناها فطلقها، طبعا في رواية أخرى: فطلقها وأسقطها من شرف أمومة المؤمنين. طبعا ورد هذا في كتاب الاحتجاج للطبرسي، بحار الأنوار، كمال الدين، كتب كثيرة، تفسير نور الثقلين، في كل هذه الكتب وردت هذه الرواية. طيب، إذن يلزم من هذه الرواية أولا لنا فائدة من هذه الرواية في الرد على من يقولون أن الأمومة ليست أمومة الكرامة والشرف، وإنما تدل على التحريم، يعني تحريم الزواج منهن. هذا كذب،
والرواية في ذلك واضحة، فأسقطها من شرف أمومة المؤمنين. الإلزام الثاني أن قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم، قلنا أنها أمومة الشرف وهي واضحة جدا. الإلزام الثالث ضرب الآية الكريمة وأزواج أمهاتهم، يعني عرض الحائط، لأنها قطعت الأمل بزواج أحد منهن، وهذا شرف عظيم لا يجوز لأحد بعد نزول هذه الآية يعني أن يفكر في ذلك. ولو ثبت لأحد أن يطلقهن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لجاز لهن أن يتزوجن من آخرين، وهذا معارض للآية التي لم يرد فيها أي استثناء أو شرط، فالآية باقية حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف أعطاه الله عز وجل لهن. فلا يستطيع لا علي رضي الله عنه ولا غيره حرمانهن مما أنعم الله به عليهن، هذا أمر. الإلزام الرابع قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، فالله حرم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق واحدة من أزواجه وأن ليتزوج يعني من أخرى، فكيف جاز لعلي ما حرمه الله على النبي؟ سؤال وجيه، كيف يحصل ذلك؟ الإلزام الخامس تجهيل الله عز وجل، يعني نسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى بحال عائشة، لأنه لو كان الله يعلم أنها سوف تعصي، سوف تكفر، سوف ترتكب الفاحشة والعياذ بالله كما يزعمون إلى غير ذلك، لو كان يعلم حالها بعد موت النبي لما نهى نبيه عن استبدال زوجة بأخرى. لا يحل لك النساء من بعدك ولا أن تبدل بهن من أزواج، لا يحل ذلك ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. إذن الأمر يعني بات واضحا، القضية ليست نعم القضية صارت واضحة أن هذه الأمومة أمومة الشرف، فما موقف أصحاب مواقف الشرف من الشيعة؟ هل سوف يقبلون بهذا التحريف؟ هل سوف يرتضون ويصلون على محمد وآل محمد حين يقال لهم أن هذه الآية مرتبطة بما يحرم من الزواج من نساء النبي بعد موته؟ ثم الأمر الآخر أنه لا تستوي أم المؤمنين وأم المتعة، يعني طبعا المتعة عند الرافضة جائزة، ولا يقال أن هذا فيه إهانة لهم. كيف؟ لو واحد تكلم عن النكاح الآن، لو قال مثلا لرجل أنا والله أريد أن أنكح ابنتك، هل هذا فيه إهانة؟ لما قال شعيب لموسى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، هل هذا فيه إهانة؟ إذا ذكرنا المتعة أم المتعة لا يكون ذلك فيه إهانة، إلا لمن كان يعلم في قرارة نفسه أنها منافية للشرف، منافية للمروءة إلى غير ذلك. نعم. فمن طعن في أم الشرف ابتلي بأم المتعة. وللأسف أقول، وهذا واقع، وأنا رجل واقعي لا أتكلم للطعن، لا والله ولا أحب ذلك، كلام واقع. الآن ابتلوا بالدفاع عن المتعة وتجدهم الآن ينقبون بشتى الأدلة عما يبرر ويقنن هذه المتعة. إذن التزموا، أليسوا يقولون ألزموا القوم بما ألزموا به أنفسهم، ونحن نلزمكم بما تريدون إلزامه لعائشة، نحن نلزمكم بذلك. هذا مع الاعتراف بأن هذه المتعة هي ذل وعار ويناقضان الشرف، وتناقض الشرف، يناقضان الشرف ذل وعار. كيف؟ عشان أكون أتيت على الرواية هنا، كتاب تهذيب الأحكام
تهذيب الأحكام، تهذيب الأحكام. طيب الصفحة 328 الجزء أعتقد أنه السادس، الجزء السادس. طيب أنا أضع الكتب، هذه الكتب في الجهة الأخرى حتى يسهل علينا. نعم. طيب الآن ننظر، التفتوا بارك الله فيكم إلى النص. طيب في الصفحة اللي قبلها، أيوة. وأما ما رواه أحمد بن محمد عن أبي الحسن عن بعض أصحابنا يرفعه، طبعا جهالة، بعض مين بعض أصحابكم، مين هم؟ الله أعلم. يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها. طبعا الطوسي يقول: فهذا حديث مقطوع الإسناد شاذ. طبعا ما ننسى، لا ننسى بارك الله فيكم إخواننا الكرام، أن الأسانيد كلها مقطوعة بفقدان الأصول الأربعمائة. لا تنسى موضوع الأصول الأربعمائة، فإنه مهم جدا. فكما أن الرافضة يقولون فقدنا الأصول الأربعمائة، فكذلك هذا يذكر بقول النصارى فقدنا الأصول للكتاب المقدس. ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف فإنه لا يجوز التمتع بها. يعني دعونا الآن من الحكم على الإسناد الرواية، لكن انظر ماذا يقول الآن. يقول إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف لا يجوز التمتع بها. لماذا أيها الطوسي؟ لماذا يا شيخ الطائفة؟ لما يلحق أهلها من العار. التمتع فيه عار، التمتع فيه عار، ويلحقها هي من الذل، عار وذل، ويكون ذلك مكروها دون أن يكون محظورا. نحن ما بدنا الآن، ما بهمنا الآن شو الحكم، مكروه محظور حديث مقطوع الإسناد. هذا الآن يتكلم بعقيدة الرجل، هذا رأيه، هذا ما يعتقده، لا يجوز التمتع بها. في حق من؟ في حق المؤمنة من أهل الشرف، يعني يتمتع بها الآن ليست من أهل الشرف، لما يلحق أهلها من العار، عار وذل. يعني شيء شرعه الله، أنا أسأل شيء شرعه الله عز وجل وتدافعون عنه وتبررون له وتبحثون في مصادر العامة اللي هنا نحن أيها الخاصة، تبحثون في مصادر أبناء السنة على ما يثبت هذه المتعة، وهي عندكم ذل وعار. أمر عجيب جدا. إذن نعود إلى قوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. هم استدلوا بها لإثبات ردة عائشة وحفصة. طيب السؤال الآن، لماذا رب العالمين يخبرنا بحال امرأة نوح وامرأة لوط؟ طيب لماذا لا يحذرنا الله عز وجل من عائشة وحفصة؟ لماذا؟ مش بس هيك، بل يعني إذا كان الأمر ممكن أن يقول قائل: لماذا رب العالمين يفصل لنا أحوال كذا وكذا؟ لماذا رب العالمين ما فصل لنا أحوال الخوارج؟ لماذا رب العالمين ما فصل لنا أحوال كذا وكذا؟ نقول صحيح، لكن إذا ما فصل على الأقل أثنى فقال: وأزواجه أمهاتهم. فلو كانت واحدة، لو كانت واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على شر ورذيلة لاستثناها الله، أو لما قال الله: ولا أن تبدل بهن من أزواج، ولا أن تبدل به من أزواج، لا يحل لك النساء من بعده، ولا أن تبدل بهن. يعني خلاص تبديل ما فيه. الذي أعجبني هو تفسير، على ما أذكر تفسير الطوسي على ما أذكر، الذي قال يعني:
أراد الله أن يكافئهن على صبرهن على الفاقة. الآن والله ما يحضرني رقم الجزء والصفحة. أراد أن يكافئهن، أعتقد أنها عندي في كتاب المبسوط. لعلي أبحث عنها إن شاء الله تعالى، لكن هنا عندي تذكرت تذكرت نصا سوف أضع عليه علامة. هذا من كتاب المبسوط. الحمد لله تذكرت أنني أتيت كنت على عجالة ولم يتسن لي أن آتي بالكتاب نفسه، فاكتفيت بصورة منه. وفيه هنا يقول: وأما حرائر الكتابيات فلم يجوز له أن يتزوج بهن لأن نكاحهن محرم على غيره عندنا، لقوله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، وقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولم يفصل. وفي من خالفنا في نكاح الكتابيات من قال إنه محرم عليه ذلك لقوله عز وجل: وأزواجه أمهاتهم. الآن تسكر القوس: والكافرة لا تكون أم المؤمنين لأن هذه أمومة الكرامة، والكافرة ليست أهلا لذلك، ولقوله تعالى: إنما المشركون نجس، ولأنه قال عليه الصلاة والسلام: كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي، وذلك لا يصح للكافرة. كذلك وجدت أيضا، لكن النص مقطوع لأنه الصفحة التي قبل هذه الصفحة هي صفحة 157، هذه 154، لكن المطلوب يعني إن شاء الله نجده هنا في هذه العبارة: حين صبرنا، يعني اللي قبلها أن الله أراد أن يكافئهن، حين صبرنا على الفاقة والجوع والضر. روي عن عائشة أنها قالت: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وما شبعنا من خبز بر قط، إلى آخره. نعم. طيب، إذن انتهينا من هذه. إذن لو كان يعني أمر عائشة رضي الله عنها على ما يذكرون لبين الله عز وجل حاله ولا استثناها كما استثنى. ولذلك يعني كيف يقال أن المثل ضرب بعائشة وحفصة؟ كيف؟ والله عز وجل نهى عن أن يبدل بأزواجه أحد. ثم كيف يكون الحكم؟ أنتم عندكم النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، نعم، فكيف رضي النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج منها أو على الأقل بإبقائها في حياته؟ حقيقة أنا سألت العديد من الشيعة عن هذا السؤال، ما أحد استطاع أن يجيب عن هذا السؤال أبدا. أنتم تقولون أنه لا يخفى عليه الشيء. طيب إذن لماذا؟ إذا كان لا يخفى عليه، إذن لا يخفى عليه أنها سوف تعصي سوف كذا، فلماذا أبقاها؟ والله أنا يعني معلش اسمحوا لي أن أقول، أذكر هذه الإجابة أو هذا الرد من أحد قال: أراد أن يكبر رأسها. والله أنا ما فهمت يعني يكبر رأسها. أنا يعني معلش كلمة يكبر رأسها شيء يعني ما بعرف، لكن هذه كانت إجابته. أما يعني يعني هل هذه إجابة؟ ليست بإجابة. ثم قد يقول قائل: طيب ماذا عن أنبياء الله نوح ولوط؟ فإنهما تزوجا من امرأتين خانتاهما. على أصلكم هناك إشكال، على أصلنا لا، نحن ما نعتقد أن النبي يعلم الغيب. على أصلكم يلزمكم أن نوح ولوط تزوج من امرأتين وهما يعلمان أنهما سوف تكونان خائنتين ثم تزوجا منهما.
ممكن أن يقول قائل طيب نوح ولوط لا يعلم الغيب لكن النبي محمد يعلم، من أين لكم ذلك؟ من أين لكم أن النبي يعلم الغيب لكن نوح ولوط لا يعلمان الغيب؟ من أين لكم ذلك؟ من أين هذا التفصيل والتطريز؟ من كيسكم؟ فنقول إما أن تقولوا أن جميع الأنبياء يعلمون لا يخفى عليهم الشيء، نوح ولوط ومحمد عليهم الصلاة والسلام، فيلزمكم الطعن فيهم جميعا. وما أن تقولوا لا، النبي محمد هو الذي يعلم الغيب لكن نوح ولوط لا يعلم، من لكم وقد قال الله عز وجل قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. كيف تقولون يعلم الغيب تصادمون هذه الآية وأنتم تقولون كل ما خالف الكتاب والسنة، عفوا الكتاب، ضربنا به عرض الحائط. كل ما خالف كتاب الله ضربنا به عرض الحائط، اضربوا بهذه عرض الحائط، اضربوا بذلك عرض الحائط، يعني على الأقل لا تصادموا هذه الآية الكريمة ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. نعم، والاستكثار من الخير أن يبعد عن نفسه السوء أيضا، ولما وما مسني السوء. فهل عائشة سوء مس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم الغيب؟ أترك الإجابة عندكم، لن أجيب على ذلك. نعم، هذا ما يجعلنا نقول أن الغلو الذي يحدث عند الرافضة إما أن يغلو في الطعن وإما أن يغلو في الثناء، ما عندهم شيء وسط. وعائشة من أهل البيت بدليل كتاب الله عز وجل، لا نفتح هذا الموضوع فقد يعني قتلناه بحثا، لكن إذا ثبت أنها من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما نرى يعني غلو في الثناء إلى حد التقديس والعبادة، ونرى غلوا في الإجحاف والطعن إلى درجة حقيقة يشابهون بها من آذوا موسى من قبل، من قالوا على مريم بهتانا عظيما، في مشابهة، في مشابهة. ولذلك الذي سألني السؤال من قبل الحلقة الماضية يعني لماذا لا، أنت عندك ما شاء الله عندك إلمام في المناظرة، عندك كذا، عندك علم، لماذا لا تتوجه إلى اليهود والنصارى؟ المشكلة أننا اخترقنا من اليهود، اخترقنا. كيف؟ إجا واحد وقال في نبي وعلي ما كان يعتقده في موسى ويوشع بن نون، كان يقول بالوصية، فلما أسلم إجا من اليمن، من اليمن، من هنيك، من هنيك، من اليمن، إجا من اليمن وقال في قال بوصية علي للنبي صلى الله عليه وسلم كما كان يقول في يوشع من موسى عليه الصلاة والسلام. عرفت مين هو؟ نذكر اسمه ولا بلي؟ هو عبد الله بن سبأ. فإذا اخترقنا الآن، اخترقنا من اليهود، فكيف يقال اترك هذا الموضوع؟ نحن مخترقين من قبل اليهود. ثم قل لمن يتهمون ويطعنون كفوا، حتى نكف نحن، مش لا خليني يغدو راحتهم. وإذا احنا أنكرنا على البدعة وقلنا لصاحب أنكرنا على صاحب البدعة قلنا له توقف، يقال لنا لا تشغلوا أنفسكم بهذا، اذهبوا. مش صحيح، مش صحيح أبدا. صيانة الدين من داخله أولى وأحرى من صيانته من الخارج. بل كيف يتسنى لأحدنا أن يصون الدين من الخارج ويتركه من الداخل مريض؟ يعني بعمركم شفتوا واحد مثلا جندي مريض يقال له يلا قم اذهب وحارب؟ طب أنا مريض، كيف تقول لي قوم وحارب؟ أنا أصلا مريض. نعم، مسألة أخرى من اللوازم الفاسدة هو في قوله تعالى فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل الله فنجعل لعنة الله على الكاذبين. طبعا الرافض يحتجون بهذه الآية، يقولون طبعا يعني طريقة رياضية شوي ماثماتيكس، الله قال وأنفسنا وأنفسكم ولم يكن معه إلا علي، فيلزم من ذلك أن النفس واحدة، نفس علي ونفس النبي عليه الصلاة والسلام واحدة. ليش؟ وأنفسنا وأنفسكم، ما كان في غير علي، فكيف يقول عن علي وأنفسنا؟ إذن يلزم من ذلك أن يكون علي هو نفس النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كذبوا بهذا الفهم السقيم
لأن الله عز وجل قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإن أخرجوا عليا من هذه الآية لزمهم كفر علي، عدم إيمانه. النبي أولى بالمؤمنين، فهل يشمل ذلك علي؟ هل النبي أولى بالمؤمن علي من نفسه؟ إن قلتم نعم صارت نفس علي هي غير نفس النبي، وإن قلتم لا أخرجتم علي من الإيمان. نقوا يا بتروحوا يمين يا بتروحوا شمال، وإذا رحتوا على أي طريق من هالطريقين وقعتوا في ورطة، أو تخرجوا من هذين الانحرافين وتسلكوا الصراط المستقيم وتعتقدوا أن وأنفسنا هنا يعني أنفس المؤمنين، وسوف نذكر أدلة على ذلك. يعني مثلا يقول الله عز وجل لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، صار نفس وحدة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. ثم الأمر المهم الآن أن يعني يلزم من ادعاء هذه المطابقة بين النبي وبين علي يعني مطابقة أنفس النصارى. شوفوا لو الله سبحانه وتعالى أراد من قوله وأنفسنا إفهامنا أن عليا هو نفس النبي، هما نفس واحدة، لما ذكر بالمقابل أنفس النصارى، وللازم أن يكون خطاب الله للنصارى حول الإمامة والرئاسة أيضا. إذا أراد رب العالمين، إذا أراد أن تكون نفس واحدة في ورطة هنا. وهو لماذا يذكر رب العالمين في المقابل أنفس النصارى؟ إذن يلزم النصارى أن تكون أنفسهم واحدة، هني نفس واحدة، كل من كانوا مع وفد نجران كلهم نفس واحدة، كما تقولون إذا كان علي مع النبي بيصير نفس واحدة، كذلك وفد نجران كل من كان مع يعني الوفد كله بيصير نفس واحدة، مش ممكن. وإذا أراد الإمامة لا يمكن أن يورد رب العالمين لفظ أنفس لغير المسلمين للدلالة على ماذا؟ على إمامة النصارى. كل هذا حقيقة فهم سقيم لا يمكن أن يقبل. وبمناسبة الكلام على النصارى، النصارى بيقولوا الآب والابن طبعا والروح القدس اتليتي واحد، وهؤلاء الثلاثة واحد آمين. ما رأيكم لو قال لكم قائل النبي وعلي وهذان الاثنان واحد آمين؟ اثنين واحد انتوا عم تقولوا وهذان الاثنان شيء واحد آمين، مش ممكن. والمعنى الصحيح للآية وأنفسنا وأنفسكم أي أهل ملتنا وأهل ملتكم، لأن المؤمنين كما ذكر الشيعة، لأن المؤمنين كنفس واحدة. إن شاء الله ما إذا كنت أنا أتيت بها سوف أبحث عنها إن شاء الله تعالى. ثم يلزم من ذلك أن تكون عائشة أيضا هي والنبي نفس واحدة، بل كل نسائه معه صلى الله عليه وسلم نفس واحدة. كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطبق هذه الآية اللي هي فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. شو يعني فسلموا على أنفسكم؟ يعني تدخل تقول السلام علينا؟ لا، منشوف كيف النبي كان يطبق، مش الحيدري بيقول سوف ننظر كيف كان يطبق الرسول هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرسالة، على من طبقها؟ ونحن نقول طبقها على عائشة. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على عائشة فيقول لها السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله، فتقول عائشة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكان يدخل على باقي نسائه فيقول لهن ما يقول لعائشة رضي الله عنها. إذن يلزمكم أن تكون نساء النبي كلهن مع النبي نفس واحدة، أو شخصية النبي الثانية كما يقولون، شخصية رسول الله الثانية. طيب يلزم أن تكون عائشة شخصية رسول الله الثانية، كان يسلم على نفسه. كل هذا يدل على أن هناك تلاعب تحريف لكتاب الله عز وجل عند هؤلاء. بل يلزم أن تكون فاطمة بنت علي وأخت النبي،
يعني كيف النبي وعلي يكونان نفسا واحدة وقد تزوجت هذه النفس الواحدة من فاطمة؟ مش ممكن. كيف هذان الاثنان اللذان هما نفس واحدة، هذه النفس الواحدة المتحدة بعلي بالنبي وعلي عليهما السلام تتزوج هذه النفس الواحدة من فاطمة؟ فهل تصير فاطمة بنت علي وزوجة النبي؟ ولكن ليست هذه اللازم الفاسد الوحيد، بل هناك لازم أفسد من ذلك سوف نأتي إليه، وهو ادعاء الشيعة الذين يقدمون عادة العقل على النقل أن أبا طالب كان بمنزلة حليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يلقمه ثديه لإرضاعه، إرضاع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سوف ننظر في هذه الرواية التي وردت في كتاب الكافي المجلد الأول. شوف إذا كان عندي الكتاب. نعم عندي المجلد الأول الصفحة 448 على ما أذكر. نعم الكتاب الكافي، وصول من الكافي، الصفحة 448. نعم. لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم مكث أياما ليس له لبن، فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها. طبعا لما نسأل شو بتسموها هذه؟ يقول هذه كرامة. كرامة؟ شو هالكرامة اللي بيصير فيها أبو طالب خنثى؟ ما هذه الكرامة؟ بيصير فيها خنثى؟ رجل يرضع؟ أتقبلون بذلك؟ طبعا قالوا هذه كرامة، هم قالوا ذلك، لكن بعضهم كما نظرت في الإنترنت وجدت أن هناك من يضاعف يطعن في هذه الرواية، يقول أن هذه الرواية ضعيفة بعلي بن أبي حمزة. أنا ما أذكر علي بن أبي حمزة. نعم قال ذكر الخوئي بأنه ضعيف. أنا إذا جبت الكتاب ولا لا والله ما أدري، ما كأني أرى الكتاب. معجم الحديث، يبدو أني وجدته. معجم رجال الحديث المجلد 11 الصفحة 215. طبعا أنا أركز على ما يعني ألونه باللون الأصفر. وقال ابن الغضائر علي بن أبي حمزة لعنه الله أصل الوقف، أصل الوقف يعني الواقفة اللي توقفوا في إمامة الرضا على ما أذكر، توقفوا في إمامته. كذلك قال ابن مسعود سمعت علي بن الحسن يقول ابن أبي حمزة كذاب ملعون، وقد رويت عنه أحاديث كثيرة، وكتبت تفسير القرآن من أوله إلى آخره، إلا أني لا أستحل أن أروي عنه حديثا واحدا. انتبهوا، مرات يقولون علي بن أبي حمزة، مرات يذكرون الحسن ابن علي ابن أبي حمزة، يقولون الحسن أسوأ من أبيه، لكن هذه الرواية تتكلم عن علي وهي في سياق ترجمة علي. العجيب أني وجدت بعد ذلك أنه يقول بتوثيقه. لحظة، في كتاب الطهارة، عفوا، في كتاب الطهارة، في كتاب الطهارة المجلد التاسع، لم يتسنى لي أن آتي به، لكن أحيل إلى المجلد التاسع صفحة 93، يقول نعم علي ابن حمزة البطائني موثق، وإن كان خبيثا قد أكل أموال الإمام. موثق وإن كان خبيثا
كان يأكل أموال الإمام. إذن اعترف الخوئل طبعا، واعترف هو بأن الطوسي وثق هذا الرجل. فكيف تقولون لا نروي له، وبعدين لكن الشيخ وثقه، تارة لا نروي له تارة نروي له. بل اطلعت على كتاب كليات في علم الرجال السبحاني، يقول يعني عدم توثيقه لا يلزم عدم الأخذ أو ضعف أحاديثه، لا يلزم عدم توثيقه لا يلزم تضعيف أحاديثه. يعني تارة الخوئي يوثقه، تارة لا يوثقه، تارة يضعفه، تارة لا يأخذون بحد لا يكتبون حديثه، تارة صحيح أنه غير ثقة لكن لا يلزم من ذلك. ولذلك حقيقة نحن لم نسبر أغوار كتب الحديث والرجال عند الشيعة، حقيقة عندنا تقصير في ذلك. ما شاء الله هم ما قصروا في ذلك، متابعين كل شيء، لكن لو تتبعنا شيء من ذلك. يعني أنا بس الآن أريكم تتبعي سريعا لهذا الأمر. الآن هو يقول يعني مطعون فيه وهو ضعيف وغير ذلك إلى آخر ما يقول. ثم بعد ذلك في كتاب الطهارة يقول بأنه ثقة، ويعترف بأن الطوسية وثقه. هل هو ثقة ولا غير ثقة؟ وفي كتاب طرائف المقال لبروجردي قال كش، يعني الكشي طبعا حرفين كش، كشي يعني يروي عن الكشي، الكشي أنه قال سألت أبا الحسن حمدويه ابن نصير عن علي بن أبي حمزة والحسين بن أبي حمزة ومحمد أخويه، فقال كلهم ثقات أفاضل، كلهم ثقات فاضلون. قال وهذا سند صحيح أعمل عليه وأقبل روايته، بل قال أقبل رواية أخويه، مش بس هو وأخويه. طرائف المقال صفحة 443. لكن بعد ذلك بقليل قال، وأنا هذا موجود عندي لكن في المكتبة الإلكترونية، يقول علي بن أبي حمزة سالم البطائني أبو الحسن مولى الأنصار إلى آخره، يقول وهو أحد أعمدة أو عمد الواقفة، متهم كذاب ملعون، لكنه ثقة. كذاب ملعون لكنه ثقة. ورد هذا في طرائف المقال صفحة 529. وقال التفرشي في نقد الرجال واقفي من أصحاب الصادق والكاظم عليهم السلام، نعم رجال الشيخ لعنه الله، أصل الوقف لعنه الله، عم يلعنوه الآن. وأشد الخلق عداوة للولي من بعد أبي إبراهيم عليه السلام. بل قال البهبهاني فإن جميع هؤلاء نقل الشيخ يعني الطوسي عمل الطائفة بما رووه، وربما ادعى بعض ثبوت يعني التوثيق من نقل الشيخ، يعني من وثقه نقل هذا التوثيق من الشيخ، ولذا حكموا بكون علي بن أبي حمزة موثقا، تارة موثق تارة غير موثق تارة موثق، لكنه ملعون كذاب واقفي. بل السبحاني لا يعني لا يسلم بأنه كان واقفيا، يقول لا يعني لا يسلم بأنه كان واقفي، تارة واقفي تارة غير واقفي. ابن داود قال في رجاله ممدوح، يعني يثنى عليه. وتلاعب الخاقاني بالحكم عليه، ما بدنا نضيع الوقت حقيقة، كلهم متناقضون هكذا طريقتهم، بل يعمد أحدهم إلى أن يثني عليه في أول جملة ثم يذمه في آخر جملة، يقول ويمكن أن يكون ضعيفا. طيب شو استفدنا؟ هذه فيها فائدة، لأنه لو أحد حكم على مثلا توثيقه في أول الجملة قالوا يا مدلس أكمل، فاللي بيألف الآن وبيكتب بيعمل حساب الطائفتين أو بيعمل حساب الوضعين، نعم بيعمل حساب الرجع على طائفته، وبيعمل حساب الرجع أيضا لمن يحتج عليه من العامة اللي هن نحن.
وهكذا التلاعب دائما، مثل كتاب أوائل المقالات. كتاب أوائل، في هذا الكتاب أوائل المقالات للمفيد يقول أن الروايات استفاضت واشتهرت عن أهل البيت، يعني الطرق في ذلك مشتهرة متضافرة في أن هذا القرآن تعرض للتحريف والزيادة والنقصان. ثم يقول بعد في الصفحة الثانية: لكن أرى أن هذا، يعني أنا أرى خلاف ذلك. لحظة، وكيف أنت ترى؟ أنت الآن تقحم رأيك، تقحم ما تراه في مقابل ما أثبته بالإسناد الصحيح عن أهل البيت. كيف تقدم رأيك على ما ثبت بالروايات المشتهرة المتواترة الصحيحة عن أهل البيت في وقوع التحريف وزيادة؟ ما الذي أراده بذلك؟ الآن أنا مرة استدليت بهذه العبارة في أولها، ثم قالوا أكمل الكتاب، لقد وقعت في التدليس. وحين أنا ارتبكت قلت طيب نكمل الصفحة الثانية، قال لكن أنا لا أرى ذلك. لحظة شوي، وهذا في صفحة، ما زلت أتذكر رقم الصفحة، صفحة 91، لمن أراد أن يتأكد مما أقول. والكتاب ليس معي، لكن والله أتذكر النص الآن ورقم الصفحة. فحقيقة ارتبكت، ثم نظرت بعد ذلك قلت لحظة، بعدين تبين لي أنه يقول، وأنا وإن كنت أنا لا أرى ذلك، طيب مين أنت الآن؟ وكيف يكون هذا تدليس؟ أنا لا يهمني، لا يهمني أن يقول أنا لا أرى ذلك، يهمني أنه يوثق الرواية عن أهل البيت بوقوع هذا التحريف نعم. فماذا فعل الشيعة في الإنترنت في مواقع؟ قالوا الخوئي ضعفه، لكن بعد ذلك وثقه أيضا. لماذا راح تحتجون بالتوثيق وهذا التناقض الموجود؟ لماذا تتلاعبون؟ إذن تضعيف هذه الرواية كما زعموا بأن آفتها علي بن أبي حمزة غير صحيح، بدليل تناقض الشيعة وتلاعبهم، تناقض رجال أصحاب يعني علم الرجال عندهم، تلاعبهم بالتصحيح بالتوثيق والتضعيف، هذا أولا. ثانيا بتصحيح عدة روايات في كتاب الكافي، بتصحيح المجلس لعدة روايات في كتاب الكافي، في كتاب مرآة العقول، من ذلك المجلد الرابع صفحة 50، يعني حوالي 10 روايات الآن. إذا تبحثوا عن علي ابن أبي حمزة، يعني في المكتبة أهل البيت، بحطوا اسم علي بن أبي حمزة في كتاب الكافي، بس تعملوا بحث في كتاب الكافي، سوف تجدون حوالي 20-30 رواية، 10 روايات منها على الأقل يصحح الروايات التي أتت من طريق علي بن أبي حمزة. إذن لماذا هذا التلاعب؟ نعم، ولذلك أنا أذكر الآن كلام السبحاني. السبحاني ماذا يقول؟ علي بن أبي حمزة البطائني من الواقفة، وهو ضعيف المذهب وليس ضعيفا في الحديث على الأقوى. شوف التأرجح والتلاعب. إذا الحديث علي بن أبي حمزة عند رجال الشيعة في تأرجح وتلاعب في الموقف منه، مع اعترافهم بأنه كان سارقا كذابا فاسد العقيدة، كذاب سارق فاسد العقيدة، لكنه ثقة. وحتى لو ما كان ثقة لا يعني أن رواياته ضعيفة فهي صحيحة. تلاعب عجيب جدا. هذا فقط في مسألة واحدة، فكيف لو أننا تتبعنا كل جزئية من جزئيات تلاعب هؤلاء؟ والله لطلعنا مئات المجلدات في تناقضاتهم وأكاذيبهم. لكن ليست هذه الرواية فقط في قضية يعني إلقام النبي صلى الله عليه وسلم الثدي، بل يعني طبعا الحليب مش بس طلع من الثدي، لا، بس في كتاب الكافي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ما قالوا ثدي النبي، ربما استحوا من ذلك، فقالوا أنه كان يؤتى بالحسين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيلقمه، مش ثديه، لا، لسانه، فيمصه فيجتزئ به، ولم يرتضع من أنثى قط. الحسين ما رضع من أنثى قط أبدا. كتاب الكافي المجلد الأول صفحة 465.
طيب الآن السؤال، ماذا لو يعني هل يمكن أنه شخص مثلا يقول الله أنا بجرب أشوف إذا كان هذا ممكن يحصل معي أنا أيضا، ممكن الله يكرمني بالكرامة هذه ونجرب، هل هذه كرامة؟ والله أنا أخشى أن هذا حقيقة يعني يؤدي إلى سوء الخلق أو سوء الممارسات سيئة بالدليل من هذه النصوص. بل يلزم من روايته أن أبا طالب كان يلقم النبي صلى الله عليه وسلم ثديه، يلزم من ذلك لوازم حقيقة فاسدة جدا جدا. نعود إلى كتاب الكافي المجلد الخامس الصفحة 437، لا المجلد الخامس أين هو؟ نعم صفحة 437. كأنه في خطأ هنا عندي. طيب على كل حال، نعم على كل حال الرواية فيها أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا هو صفحة 437 عفوا. قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، رواية أخرى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، في رواية أخرى طبعا هنا يقول أنها ضعيفة على المشهور، لكن في رواية أخرى يحرم من النسب أو يحرم في النسب ما يحرم من الرضاع، لكن أنا لعلي أبحث عنها لحظة. نعم طيب لعلم أجدها. المهم أن هناك رواية صح يعني قال المجلس بأنها صحيحة وهي في كتاب الكافي، يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة، يحرم من الرضاع ما يحرم من في حوالي خمس روايات في كتاب الكافي، اثنين منهم قال عنهم المجلسي أن الرواية صحيحة في ذلك والباقي ضعف، وأنا ما يهمني أن يقول هذه ضعيفة وهذه صحيحة، لأننا سوف نقول أثبت العرش ثم انقش، عندكم الأصول الأربعية مفقودة، فمن أين أخذتم هذه الرواية التي تقولون تارة صحيحة وتارة ضعيفة؟ إذن في مرآة العقول، طيب لحظة تذكرت الآن، مرآة العقول المجلد 20 حتى لا يقول قائل يعني ما استطاع أن يأتي بالرواية مصححة، صفحة 239 وجدته لله الحمد. نعم هذا كتاب مرآة العقول المجلد 20 الصفحة 203، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذه طبعا الأولى، الثانية مجهولة، نشوف اللي قبلها، يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة، رواية صحيحة حسن، والحسن يعني كما هو معروف عندنا نحن أهل السنة أن الحسن من أقل درجات الصحيح وهو من ضمن الصحيح. نرجع إلى رواية ثانية، نعم الحديث التاسع صفحة 208، يحرم من ما يحرم من النسب فهو ما يحرم من الرضاع، هذا ما أردت أن أقوله قبل قليل، وقلت أنها صحيحة وقد تأكد الآن الحمد لله المجلس يقول هذه الرواية صحيحة. السؤال الآن، أليس يلزم من هذه الرواية الموثقة أن يصير علي رضي الله عنه متزوجا من ابنة أخيه
يعني لأنه بإرضاع عمه أبي طالب له تصير فاطمة ابنة أخيه في الرضاع، فإن أبا طالب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أطالب الشيعة أن يجيبوا على هذا السؤال، أو أن يسأل يعودوا إلى مراجعهم يسألوهم ما يحرم من الرضاع، ما يحرم من النسب. وعلي رضي الله عنه ابن أبي طالب، فيصير أخا للنبي في الرضاع، فكيف زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته؟ إذا قلتم أن هذه كرامة، لكن الحكم الشرعي أن هذا حرام. إياكم أن تقتنعوا من يقول لكم بما أن هذه كرامة. ليش إذا صارت كرامة يعني ما نزل حليب؟ يعني نزل الحليب، شرب الحليب، وهذا يجعله أخا لعلي رضي الله عنه. فكيف تزوج علي فاطمة رضي الله عنها؟ بل يلزم إذا قلتم أن علي هو نفس النبي أن تصير فاطمة ابن لعلي ابن أبي طالب أيضا، لأن قوله تعالى وأنفسنا وأنفسكم يلزم منه إذا قلتم أنه شخصية رسول الله الثانية، إذا تصير فاطمة بنت علي، يعني بنته وبنت أخوه. والله العظيم شيء يعني حقيقة شيء عجيب جدا. إذا كان علي هو نفس الرسول يلزم أن تصير فاطمة بنت علي، وإذا كان أبو علي اللي هو أبو طالب، إذا كان أبو علي هو مرضع الرسول فيلزم أن يكون علي أخا لأبي فاطمة اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع. كيف نحل هالمعضلة هذه؟ ما أدري، عسى إن شاء الله يعني الله سبحانه وتعالى ييسر لكم حل هذه، نعم حل هذه المعضلة. طيب الآن هذه الآن مسألة ثالثة، وإن كان ما أدري إذا كان عندنا وقت، وبإمكان المخرج الفاضل أن يفتح باب الاتصالات إذا أراد. ندخل في مسألة أخرى إلى أن يعني تأتينا اتصالات إن شاء الله تعالى. قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، على مفهوم نحن لنا المفهوم الصحيح من هذه الآية. الآية هذه مرتبطة بعمل تربط الناس، مش بس أهل البيت، تربط كل البشر بعمل. وقرنا ولا تبرجنا وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. عمل 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 عمل. إنما يريد الله بهذا العمل ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فمن اقتدى بأهل البيت وأطاع الله عز وجل بهذه الأعمال فمعناها أن الله يريد أن يذهب عنه الرجس وأن يطهره تطهيرا. أما إذا ما رضيتم بهذا التفسير فوالله فيه لوازم خطيرة جدا وسوف نذكرها. من ذلك أذكر رواية أن الصادق كان يعلم، يعني أبا جعفر رضي الله عنه وأرضاه، كان يعلم أصحابه هذا الدعاء: اللهم أذهب عني الهم والغم. أذهب، يعني هو لماذا يدعو الله أن يذهبه عنه؟ أليس لأنه يشعر به، عنده غم وهم فيدعو، يعني كل من عنده يشعر بأنه عنده هم وغم يدعو الله أن يذهبه. يعني إذا كان يا رب هذا موجود فيني فأذهبه، معناته هو يتوقع أنه موجود فيه. نعم. قال البهبودي عن هذه الرواية صحيحة، صحيح أن المجلس ضعفها، قال مجهول. إن شاء الله لعله نشوف حل كيف بيحلوها بين بعضهم، هذا يقول مجهول هذا يقول. المشكلة ما في حدا منهم بيقول ليش أنا صححت، والثاني ما بيرد عليه بيقول ليش أنا ضعفت، ما في، بس هيك اقبلوا بها. هذا طبعا في علم الجرح والتعديل لا يقبل هذا الكلام. طيب معنا اتصال ممن؟ الأخ أحمد من الكويت، حياكم الله يا أخ أحمد، تفضل. السلام عليكم شيخ الفضيل. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله. نسأل الله بكم أمة الإسلام، فأنتم خير من تمثلونها، وإنسى باقي أصول السنة وفتوه الحديث لدحر الضلالات.
تفضل. ولكن أسفني أنه توجد تفاصيل في العقائد أول معرفتها وبعض الشيوخ تحرج. أخ أحمد أخ أحمد أخ أحمد لحظة أخ أحمد أعد بارك الله فيك أنه ما فهمت شيئا. أعد الصوت غير واضح. يؤسفني أنه توجد تفاصيل في العقائد نود معرفتها وبعض الشيوخ يحرجون من ذكرها ويصرحونها. لحظة أحمد أحمد سكر معي، وإذا كان إذا كان اتصالك من إنترنت اتصل بالتليفون الله يبارك فيك لأنه فيه تقطيع شديد. ارجع اتصل مرة ثانية بارك الله فيك. الأخ رضا من السعودية السلام عليكم حياكم الله. وقف الصوت صوت تلفزيون تفضل. انقطع. طيب معنا أحد؟ طيب إذن كذلك اشتكى رجل مرضا لأبي عبد الله فعلمه أن يقول اللهم أذهب عني هذا الوجع. شوف أذهب عني الهم والغم، أذهب عني هذا الوجع، معناته الوجع موجود. نعم. يقول فما وصلت إلى الكوفة حتى أذهب الله عني هذا الوجع كله، اللهم أذهب عني، فأذهبه الله. وأنتم تقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، معناتها الرجس موجود على فهمكم؟ نعم، وطهرهم تطهيرا، فوعدهم الله أن يذهب عنهم الرجس. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهركم تطهيرا. فإذا كان الرجس عندكم هنا بإذهاب الرجس يعني تحقق العصمة، فيلزم من ذلك أن كل البشر بيصير معصومين، الصحابة معصومين. ليش؟ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. إذا ربط العصمة بموضوع التطهير هذا فيه مصيبة، لأن الله عز وجل يقول عن الكفار أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. إذن كل من ليس من أهل البيت معناتها الله ما يريد. هذه آية في الكفار وفي المنافقين اللي هم شر، اللي هم شر من اليهود والنصارى، المنافقون اللي هم في الدرك الأكبر في الدرك الأسفل من النار. لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. إذا ما بقى في من أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهير لأهل البيت يعني كل المؤمنين كفار. هذا فهم باطل. معنا اتصال من خالد من قطر، حياكم الله يا خالد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. بارك الله فيك إن شاء الله. فيك مبارك إن شاء الله. شيخ الكريم يا أخي أنا يعني من أهل السنة والجماعة الحمد لله رب العالمين، ولكن عندي تعليق بسيط على أهل السنة والجماعة لردهم على الرافضة في 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 أمور كثيرة. إحنا يا شيخ نتكلم في أمور اتهامهم بالباطل لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ونغفل عن أنه تعرضوا للذات الإلهية اللي هو تأليه علي. حتى أحد أئمتهم المعممين يقول إن عليا أرحم بالأمة من الله. لماذا نركز على أمور يعني أنا أشوف أنا مش بسيطة؟ صح اتهم عرض أم المؤمنين عائشة مش بسيط، ولكن هم يتكلمون تعرضوا لله سبحانه وتعالى. جزاك الله خيرا. لماذا إحنا نركز على هذا؟ وهم أصلا كفرة، هم كفرة من الآخر، هم كفرة. طيب. أنا لست على علم ولكن هم أنا أعتبرهم كفرة. طيب بارك الله فيك. الموضوع هذا سوف يأتي إن شاء الله، ونحن ذكرنا في بداية هذه الحلقات يعني الحلقة الماضية في بدايتها في صدرها أن الذين يتكلمون عن تنزيه الله بما لا يليق به هم مشبهة، لأن الله عز وجل لأنهم مشركون في باب الإخلاص والتوحيد والدعاء. لأن الله عز وجل يقول للمشركين فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يقول المفسرون في ذلك كانت العرب تقر بوحدانية الله عز وجل في العبادة بوحدانية الله، غير أنها كانت تشرك معه في العبادة غيره، وهذا قاله الطبري وغيره. إذن هؤلاء لو كانوا يحرصون على تنزيه الله حقا لنزه الله عن الشريك. فهم الذين يقولون
كما ذكر شيخهم الحسين الفهد: أنا المنادي لهم ألست بربكم، أنا المنادي لهم منذ الأزل ألست ربكم بربكم، وغير ذلك. أنا منشئ الأنام، أنا مدبر النجوم. ما يعني كيف تقولون ثم تقولون إلى إن إلينا إيابكم، ثم إن علي إن إيابنا إليكم، ثم حسابنا عليكم يا أهل البيت. كل هذا من الشرك طبعا، لكن أنا حقيقة ذكرت ذلك بإجمال، وكان علي أن أبدأ في مواضيع التوحيد بتفصيل، لكن بدأت بهذه النقاط المهمة التي هي شائعة بين الناس وفيها إن شاء الله فائدة، ولو أنك صبرت حلقة حلقتين لوجدت أني أركز على هذا الموضوع الذي ذكرته. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. ابتسام من السعودية، تفضل يا أخت ابتسام، حياكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير يا شيخ عبد الرحمن، وجعل ما تقدمه القائمين على قناة وصال في ميزان حسناتكم يوم القيامة. جزاك الله خيرا أختي كريمة. شيخ أنا عندي سؤالين يعني خارج موضوع الحلقة. أول شيء، في أحدى حلقات قناة المستقلة الدكتور محمد الهاشمي كان مع أحد الضيوف يتحدث عن الشيعة وعن من مؤسس مذهب الشيعة وكيف تأسس دين الشيعة. فقال أحد الضيوف أن مؤسس عبد الله بن سبع، لكن الدكتور محمد الهاشمي أنكر وقال يعني شخصية عبد الله بن سبع شخصية مخترعة وليس يعني شخصية حقيقية. قال أنها يعني شخصية وهمية، وأن استدل على ذلك الدكتور محمد الهاشمي بأنه في أصح الكتب عند الشيعة منهج البلاغة لا يوجد ذكر عبد الله بن سبأ، وعند السنة صحيح مسلم وصحيح البخاري لا يوجد فيها ذكر عبد الله بن سبأ. فقال أن الشخصية يعني مخترعة، ويعني التابعين يعني اخترعوها وهي ليست حقيقية. نعم يا شيخ، معك نعم. السؤال الأول. السؤال الثاني حسن فرحان. إذن السؤال الأول عبد الله ابن سبأ، السؤال الثاني حسن فرحان مالكي في قناة المستقلة أيضا تحدث وقال أنه في من أهل السنة عقيدتهم أن أبو طالب والد سيدنا علي أنه هو مات على الإيمان، مات مؤمن لكنه يكتم إيمانه، لم ينطق الشهادتين لكنه مؤمن بقلبه، في عقيدة أهل السنة أنه مؤمن أبو طالب. قال أنه يعني أبو طالب يعني سيدخل الجنة أنه رجل مؤمن. قال انه في من اهل السنه ابو طالب مؤمن عندهم، هو حسن المالكي يقول انا من اهل السنه. حسن فرحان المالكي انه نحن نعتقد ان ابا طالب مؤمن، ولا هو يقولها بناء على معتقده هو؟ حسن فرحان يقول انا من اهل السنه ويقول هذا الكلام. لا هو كذاب، ليس من اهل السنه، هو ليس من اهل السنه، هو كذاب اشر وهو يتظاهر بأنه من أهل السنة. هو أصل زيدي، وهو الآن مدعوم من قبل الرافضة، وكان لي يعني شو اسمه. على كل حال، إذا كان هذان هما السؤالان، فأولا إذا قال ذلك الدكتور محمد الهاشمي فهذا خطأ، لأن شخصية ابن سبأ ثابتة في كتب الشيعة. ففي كتاب عبد الله بن سبأ للمرتضى ذكر رواية أن هناك من السبائية قوم يسمون بالسبائية يقولون إن عليا يدور مع كل سحاب والرعد صوته، هذا في المجلد الثاني صفحة 226، ويروي هاشم البحراني عن علي أنه ركب السحاب فدارت به سبع أراضين إلى آخر ما ذكر. لا عفوا، أنا نسيت أن أقول كتاب فرق الشيعة للنوبختي الصفحة 44 و45 يذكر شخصية عبد الله بن سبأ، لكن يا شيخ هناك هو قال الدكتور محمد الهاشمي قال أن الصحابة ليسوا مغفلين وليسوا يعني بينهم تباغض وحقد وليسوا مغفلين علشان يضحك عليهم عبد الله بن سبأ، يعني هو قال من وجهة نظره هو. لا، هو ما حد ضحك عليهم ولا عبد الله بن سبأ ضحك عليهم، لا، بل أراد علي أن يقتله، ثم اكتفى بنفيه، لأن الرجل اسمحي لي الله يحفظك، الرجل كان يدعو إلى تعظيم ومحبة أهل البيت وإلى موالاتهم إلى غير ذلك، لكن يدس السم في العسل كما يقولون.
فاكتفى عليهم بنفيه. نعم يعني هو شخصية حقيقية وثابتة. نعم. نعم نعم نعم. يقول يقول عبد الله يقول النبختي وهو إمام من أئمة الشيعة المتقدمين يقول ذكر بعض أهل العلم أن عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلم وكان أول من أشهر القول بفرض إمامة علي وأظهر البراءة من أعدائه وكان وهو أول من أظهر الطعن في أبي بكر وعمر. ولذلك هذا سؤال يحسن أن يسأل الشيعي به وهو هل تطعن في أبي بكر وعمر؟ فإذا قال نعم فنقول إذن أنت قلدت من اعترف النبختي بأنه أول من أظهر الطعن في أبي بكر وعمر. فإذا قال شخصية عبد الله بن سبأ غير صحيحة قلنا له كتب الشيعة تؤكد أنه كان له وجود وبصرف النظر سواء كان أسطورة ولا غير أسطورة، المهم أنك وافقت ما نقله النبختي عمن قال بأن أول من طعن في أبي بكر وعمر هو عبد الله بن سبأ. ولذلك قال من خالف الشيعة بأن أصل التشيع مأخوذ من اليهودية. إذن هذا ما قالوه. وأبو عمرو الكشي في كتابه رجال الكشي يعني يذكر في ترجمة عبد الله بن سبأ يذكر ترجمة لعبد الله بن سبأ يذكر أن يذكر شخصية عبد الله بن سبأ. إذن وكتاب فرق الشيعة يعني مطبوع في المطبعة الحيدرية بالنجف الأشرف، إذن معنى ذلك أن هذه الشخصية موجودة. كذلك قال مثل هذا القول أبو خلف سعد بن عبد الله القمي في كتابه المقالات والفرق، إذن هذه الشخصية موجودة، هذه الشخصية موجودة بالتاريخ، موجودة بالتاريخ. فإذا قالوا كتب، اسمحي لي أخت ابتسام معلش نقطة أخيرة، فإذا قالوا لا نأخذ بكتب التاريخ لأنها غير معتمدة، نقول لهم إذن فلا تأخذوا من كتب التاريخ ما تتناقله وتكتبه على يزيد ابن معاوية. واحد اثنين، شوفوا إذا ما بتأخذوا بالتاريخ لا تأخذوا بالتاريخ فيما نسب إلى يزيد أيضا وفيما نسب إلى عبد الله بن سبأ كذلك، وإلا لازمكم التناقض. واحد من اثنين، عندك شيء تعلقي تفضلي. بالنسبة لكمال الحيدري كلمة قصيرة في كمال الحيدري أنه كمال الحيدري الآن أصبح مرجع وأصبح آية الله العظمى، فالمفروض أن يظهر عليه سمت العلماء وقارهم، ليس ما يفعله من ضحك واستهزاء، وما رأيناه يعني في الحلقة قبل الماضية اليوتيوب الذي يظهر فيه يستهزئ ويضحك، يعني هذا ليس من سمت العلماء ولا من يدعون أنهم علماء. جزاكم الله خير. رسالة لأتباعه وأنصاره. جزاكم الله خير. صحيح صحيح. طيب بالنسبة لقضية إيمان أبي طالب، نعم لعليك تسمعين الجواب. بالنسبة لإيمان أبي طالب، طبعا ورد في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواره. علي رضي الله عنه ابن أبي طالب يقول النبي صلى الله عليه وسلم عمك الشيخ الضال قد مات، ما قال أبي، سبحان الله. وهذه فيها يعني فيها محض البراءة ممن علم أنه مات وهو عدو لله. فعلي هنا يقتدي بإبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عز وجل عنه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. فهذه روايتنا وهي روايات صحيحة. أما إذا قالوا هذا معتمد، إذا نسب ذلك إلى عقيدتنا أهل السنة وقال أنه سني، لا، فهو لا يقيم اعتبارا للبخاري وما يرويه، وليس هذا من عمل أهل السنة، فهو ليس من أهل السنة. طيب هل معنى أم محمد من السعودية؟ حياكم الله يا محمد، السلام عليكم. ألو. نعم تفضل يا أختي محمد، الله يحييكي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بنعمة من الله. أشكرك على البرنامج. الله يبارك فيكم. أي طبعا شيعية من البطيف. حضرتك نعم؟ أي شيعية من البطيف. أنت شيعية من البقيع؟ القطيف. من القطيف، أنا آسف نعم. الله يحييك. أنت شيعية، ما زلت شيعية يعني؟ لا الحمد لله، الله هداني إلى الحق. الله أكبر الله أكبر، ما شاء الله، هنيئا لك. وبغيت أقول للشيعة
إذا يبغوا يعرف الحق من الباطل. لحظة لحظة أخت أم محمد ولا أم محمد صح؟ هلا والله. بس ارفعي صوتك الله يبارك فيك. أنا بغيت أقول للشيعة اللي يبغوا يعرف الحق من الباطل يقرأ القرآن صح، والحمد لله، وأشكر المنتسب حياتي. طيب أخت محمد حسبي الله ونعم الوكيل. الله يجزيك خير. أنت متى علي يعني بالثبات؟ والله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك وأن يزيدك إيمانا وأن يتوفاك وهو راض عنك. كان بدي أعرف يعني متى حصل هذا لها، لكن لا بأس. نعم لا بأس إن شاء الله. طيب مين معنا الآن؟ الأخ عبد الرحيم السعودي، حياكم الله يا أخ عبد الرحيم، تفضل أخي الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. والله إنا نحبك في الله يا شيخ عبد الرحمن. أحبك الله الذي أحببتني فيه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتك ويسددك على الحق دائما. اللهم آمين. الله يجزيكم خير. آمين وإياكم. يا شيخ عبد الرحمن، يبدو أنه هذا يعني القول الذي نتلفظ به دائما أنه مذهب الشيعة مذهب الشيعة مذهب الشيعة، هذا لا يصح. يبدو لي أنه بل ثبت أنه دين مختلف تماما، دين مختلف تماما لا علاقة له بالإسلام. طيب لا قيمة له بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد يا شيخ. إضافة إلى أنه يبدو أن عندهم مشكلة في فهم اللغة العربية وألفاظ اللغة العربية، لا في تفسير قرآن ولا في تفسير حديث ولا ما يمت إلى اللغة العربية بالصلة يا شيخ. نعم جزاك الله خير. هذا صحيح. طيب أنت عندك سؤال ولا ما ولا تريد فقط أن تعرض يعني؟ لا والله يا شيخ، أنا أردت أن أسجل إعجابي فيك وأن أدعو لك بالسداد والتوفيق يا شيخ. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك وشكر الله لك، ومزيد من الدعاء بظهر الغيب. كما أستغل أيضا من هذا المنبر أن أدعو لكل شيعي أن يهديه الله سبحانه وتعالى وأن ينور بصيرته إلى الحق، فهذا هو الأجدى في الحقيقة. طيب إذا كان عندنا بعض اتصالات نكمل موضوعنا إن شاء الله. في اتصال. طيب مين معنا؟ الصوت مش طالع الأخ المخرج، ما أسمع الصوت. تفضل. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله أختي. يا شيخ، أولا أحب أني أشكرك على البرنامج الرائع هذا. مين معنا بالمناسبة الأخت الكريمة؟ الاسم كريم؟ أم ليان. أم ليان، حياكم الله، حياكم الله أختي، تفضل. يا الله يحفظكم. يا شيخ، أنا كنت بس أبيك تعقب يعني عن آية اللي هي قال الله تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعدنا للمحسنات منكن أجرا عظيما. يعني إن كانت يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم يردن الحياة الدنيا، فيعني كان من الأولى أن الله سبحانه وتعالى يؤمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يسرحهن. صحيح. وعدم تسريحهن دليل على أنه على أنهن أردن الله ورسوله والدار الآخر. صحيح. يعني هذا دليل واضح جدا على أنهم أردن الله ورسوله والدار الآخر، وحتى إن لم يعلن ذلك فإن الله سبحانه وتعالى هو عالم بالغيب وعالم بما تخفي الصدور. لا شك في ذلك. من الأولى أن الله سبحانه وتعالى سيأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطلق من كانت منهن يعني فاسقة أو يعني ما يقولون. صحيح. أو عن سيدة حفصة. صحيح. جزاك الله خيرا. نعم رضي الله عنه. بارك الله فيك. نعم. وهذا دليل يا شيخ أنهم يعني هذه أن الله سبحانه وتعالى يعني يعطف قدرة الله سبحانه وتعالى في علم الغيب. صحيح. وكمان يعني هذا وفي الدليل الثاني اللي هو ليطهرك وقرنا في بيوتكن إلى الآية ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يعني هذه أدلة واضحة جدا على أن زوجات الرسول من أهل البيت وأنهن طاهرات مطهرات. الله سبحانه وتعالى لم يأمر الرسول بتطليقهن. وفي يعني بعض الشيعة
يقولون ان الله سبحانه وتعالى يعني انهم يعني الله سبحانه وتعالى طلقهم تلقائي من دون يعني ما يقول للرسول او انهن مطلقات يعني. فهذا يعني شيء يعقل؟ هذا شيء يدخل العقل يعني؟ شيء صراحة عندهم أدلة وأدلة الإمامة أبدا ولا أي حاجة يعني واضحة وصريحة. حتى في رضية الخميس يا شيخ مارس في سوف نذكرها بتفصيل إن شاء الله يمكن في الحلقة القادمة، موضوع رضية الخميس وما يلزم منها، ما يلزم من مفهومهم منها إن شاء الله تعالى. نعم، فإن شاء الله لعلك تكوني معنا الحلقة القادمة بإذن الله. جزاكم الله خيرا. طيب إذن طيب معنا أبو محمد من العراق، تفضل أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أريد أن أوضح في معركة الخندق عندما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحق الإمام علي سلام الله عليه قد برز الإيمان لكل الشرك كله. ماذا قال عفواً؟ برز الإيمان كله عندما برز لعمر بن ود والصحابة يجلسون ناظرين فقط. وين هذه الرواية موجودة؟ أنت تعلم الرواية وين موجودة؟ لا والله ما بعرف. ما تسمع هذول المدلسين على أهل البيت، أرفع من شأنه ومن شأن نبيك. لا ما أعرف، ما أعرف الرواية، ولو كنت أعرفه أنا ما أخذ. اسمعني لا لا اسمعني. الطرح أنا ما بعلم الغيب، أنا مش من أهل البيت عندكم، ولو كنت من أهل البيت كنت بعلم الغيب، لكن لو كنت أعلم لقلت أنا أعلمها. لماذا تتهمني بالتدليس؟ هل تعلم ما في قلبي؟ يا حبيبي أنت هل تعلم ما في قلبي أنا الآن؟ أنت تعلم ما في قلبي؟ تتهمني سبحان الله. يعني نحن يكفينا من أحاديث فضائل علي ما صح يغنينا عما لم يصح، ويعني يكفي ألا يكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة يعني لأعطينا السيف رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، لأعطينا هذه الراية عفوا، لأعطينا هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال عمر فوالله ما تمنيت الإمارة إلا آنذاك، بس لأن هذه مقترنة بإثبات محبة الله طبعا، وهذا لا يعني أنه يحب علي من دون بقية الصحابة لا، لكن هذه فيها إثبات ميزة وفضيلة لعلي رضي الله عنه. لماذا أنا أدلس وأكتم يعني أن توهم الناس أني أنا أكره علي رضي الله عنه؟ لو كنت أبغضه لما أخذت بهذا الحديث، رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. وإن كذلك في صحيح البخاري أو مسلم إنه لعهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. تفضل معنا نواف من السعودية، حياك الله أخي نواف، تفضل الله يحفظكم. حياك الله شيخنا. يا هلا الله يحفظكم، تفضلوا. إيه الأخبار؟ تفضل. يا شيخ بس حبيت أنكم تعرضون لنا حلقة عن أسانيد خرافة كسر الضلع. إيه طيب إن شاء الله إن شاء الله، بس هذه نعم إن شاء الله. أبشر أبشر بإذن الله عز وجل. لكن ما عندنا أسانيد صحيحة في ذلك. باختصار أقول لك الآن ما في ولا إسناد، ما عندنا ما في ولا إسناد أن علي انكسر ضلع فاطمة رضي الله عنها. وشو هذا عم يعمل الصحابة؟ كل الصحابة عندهم مروءة. إذا قلتم أن علي كان مكره يعني مربوط بالسلاسل، كل الصحابة كانوا كذلك، كل الصحابة عجزوا. الصحابة الذين كانت عندهم من المروءة والشهامة ما وافقوا عليا وناصروه وقاتلوه ضد معاوية، أفلا يناصرون عليا في ضرب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بضع في التعرض لبضعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يعقل أن الصحابة لا نجد ولا واحد منهم عنده مروءة فيقوم يقاتل عمر لأنه ضرب؟ هذا كلام مش معقول. الرواية الوحيدة التي فيها التهديد بالإحراق، وهذا سوف يأتي إن شاء الله، هي الرواية التي أذكر أنها مروية من طريق في مصنف ابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية قيل أنها
أنها فيها أنها أن فيها انقطاع وإرسال، وكنت أنا أقول بذلك من قبل، فتبين لي أن هناك إشكال آخر في الرواية، وهو من آخر راوي عن زيد بن أسلم، وأنه تفرد بهذه النكارة، وأن هذا التهديد لم يعرف إلا من طريقه فقط، ولو كان فعلا هذا الشيء حاصل لاشتهر وعرفه باقي الصحابة. ثم الأمر الآخر، معلش حتى لزيادة الفائدة، نقول علي رضي الله عنه قال إنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإذا اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا، فإن خرج عنهم خارج ببدعة ردوه يعني عن بدعته، فإن أبى قاتلوه. يعني من مقتضى، إذا أردنا أن نحكم على علي رضي الله عنه بمقتضى فتوى علي رضي الله عنه وأرضاه، طبعا كل ذلك نقول إذا سلمنا، فحينئذ يمكن أن يقتل علي رضي الله عنه بمقتضى فتواه، فإن أبى يعني أبى يعني خالف ما أجمع عليه المهاجرون والأنصار ما اجتمعوا عليه قتل. والرواية تقتصر على الإحراق، وهذا أصح ما في الروايات في قضية كسر الضلع، أنه أن عمر هدد فاطمة بإحراق بيتها، مش أحرق، هدد. وهذه الرواية كما قلت فيها تفرد الراوي عن زيد بن أسلم، وأنا الآن لا يحضرني اسمه، لو أردتم أعطيكم اسمه إن شاء الله، الآن ما يحضرني اسمه. فهذا غاية ما في الأمر، التهديد بالإحراق. وفتوى علي رضي الله عنه في نهج البلاغة أن من خرج عما اجتمع عليه المهاجرين والأنصار يمكن أن يقتل حتى. وأما قول استدلال الأخت بالآية وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، الشيعة يقولون انظروا إلى منكن هنا، هذه للتبعيد، لا هذه للجنس. والدليل على أنها للجنس، يعني أعني هؤلاء النساء، الدليل على ذلك أن النبي ما طلق واحدة منهن، ما صرح واحدة منهن، فكيف تحكمون على التبعيد حينئذ؟ بدكم تفتشوا بأي طريقة عن أنه النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم مشكلتكم مع عائشة وحفصة أنه النبي طلق عائشة أو طلقها طلق حفصة معها، أثبتوا ذلك، فإذا استطعتم إثبات ذلك كانت منكن مطابقة لما تثبتونه، وإذا ما استطعتم ولن تستطيعوا فحينئذ منكن للجنس وليست التبعيد. معنى مين معنى الآن؟ أبو محمد من السعودية، تفضل أخي أبو محمد، حياكم الله. السلام عليكم عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا لو سمحت اسمح لي بس دقيقة أو دقيقتين سوف أستدعيك الموضوع بسرعة إن شاء الله. دقيقة الشيعة يقولون أنهم على مذهب البيت، ومذهب البيت معروف من مكة والمدينة، مهبط الوحي مكة والمدينة، بدأ الإسلام من مكة والمدينة، لماذا ما يتعلمون مذهبه ودينه من مكة والمدينة وهم يروحون من الفرس العجم في إيران وفي الهند؟ سمعت شريط مسجل على التلفاز لحسن الصفار يقول الأغاني واللطم والضرب هذه خذناها من الهند، ولله العجب يتركون مكة العلم بمكة والمدينة ويروحون يأخذون من الهند. في على قناة الأوحد طلع أن المعممين طلع عمرك يقول أن الحسين رضي الله عنه أنه قتل منتحر هو النسل معه والأولاد، لحيث أنه يعلم أنه في اليوم الذي يقتل فيه هو يعلم الساعة اللي يقتل فيه لأنه جسد إلهي. طيب. ويقول طلع عمرك جاب الآية اللي يقول إذا نودي للصلاة يوم الجمعة، هذا المقصد ليس لذان، يقول مقصد المهدي يطلع يوم آخر الزمان ونودي لصلاة الجمعة، يعني إذا نودي لصلاة يوم الجمعة فاسعوا لذكر الله. هذا يقول القصد منه ليس لذان، إنه المهدي آخر الزمان. والموضوع الأخير طول عمرك يقول يوم علي جالس يقول هذا المعمم، فكان عليه مطر غزير وأصحاب شكوا العلي المطر، فعوم علي بيده يمينا وشمالا وتفرق الخيال، السحاب تفرق، يقول بي يوم علي الشربيده. والله يا اخي انصر نصيحه لكم يا شيعة، المذهب الذي عليه ترى مذهب النفاق، وتوبوا الى الله، والنفاق فالذي خلف في النار تحت الكفار، واقروا القران الكريم. السلام عليكم. جزاك الله خير. لحظه، انت تقول ان عليا سكر الخط ولا بعده اخي المخرج؟ ما زال تقول ان طيب نبدا من الاخيره، انه سيدنا علي لما كان يحرك اليد اليمنى كان يتحرك الجيش
شو اسمه يحرك اليد اليسرى يتحرك الجيش الثاني، والله كان ودنا يحرك اليد اليمنى حتى يتخلص من أبو بكر، ويحرك اليد اليسرى حتى يتخلص من عمر. نعم بتحريكه بس لكن ما فعل ذلك. كانوا يقولون أنه كان مستضعف مظلوم، كان مضطر يستعمل التقية. كثير من كلامي يقولون محمول على التقية. يعني لو كان عنده هذه القدرة بيأشر باليمين يحصل له ما يريد، بيأشر بالشمال كان ما احتاج التقية. ما الذي يحوج إلى التقية؟ يقول أنه الشيعة إذا كان يقول أنهم على مذهب أهل البيت لماذا لا يأخذون العلم من المدينة؟ طبعا وهذا صحيح، والله سبحانه وتعالى يعني نصر من ردوا الناس إلى التوحيد وإلى السنة وجاهدوا ضد البدع والشرك وسائر الخرافات التي كانت منتشرة، كافأهم الله سبحانه وتعالى ومكن لهم حققوا الشرطين. ما هما؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. والشرك لا تتحقق به عبادة، كما أن من يصلي بغير وضوء لا تسمى صلاته صلاة، لا يقال أنه صلى. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فحقق محمد بن عبد الوهاب ومن دعا بدعوته ونصره حقق هذين الشرطين، فحقق لهم الله سبحانه وتعالى الاستخلاف، لأن الاستخلاف والتمكين مشروط بهذين الشرطين. والحمد لله، وكنتيجة لذلك الحمد لله مكة والمدينة ولله الحمد في ربوع هذه الدعوة ولله الحمد، ولا تكاد تجد فيها لا بدعة ولا شرك، والحمد لله رب العالمين. الأمر الآخر يقول أنه يعني يلزم بأن الحسين انتحر، لأن الحسين كان، طبعا هذا سوف نذكره من اللوازم، يعني أنت تستبق الآن موضوع اللوازم وسوف أذكر هذه، وهو أن الحسين كان يعلم الغيب، لاستكثر من الخير ومسه السوء، لما ذهب إلى المدينة وهو يظن أنه سوف يبايع، والحال أنه لم يبايع وإنما قضي عليه رضي الله عنه، وهو بذلك سيد الشهداء رضي الله، سيد شباب أهل الجنة رضي الله عنه وأرضاه. فهذا إلزامه صحيح، كما أننا نقول تقولون بأن معاوية دس السم للحسن رضي الله عنه وعنهما، فنقول لو كان هذا صحيحا للزم منه ممن تعتقدون بالإسناد الصحيح أنه يتكلم 1,000,000 لغة وأنه لا يخفى عليه الشيء، عفوا 70,000,000، آسف، بالرواية حسنها المجلسي وهي في كتاب الكافي، قال المجلسي أنها حسنة الإسناد، أن الحسن كان يتكلم 70,000,000 لغة. ما بعرف هل بين البشر 70,000,000 لغة؟ أنا ما بعرف أنه في 70,000 لغة أصلا، لكن توصل لسبعين مليون ما بعرف، يمكن مخلوقات أخرى غير البشر ما بعرف. نعم، فيلزم من ذلك أن يكون مات منتحرا إلى آخر ما، وهذه اللوازم سوف نذكرها إن شاء الله تعالى. وأما إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله اللي هو ظهور المهدي، فنتحفظ على ما عندهم من الروايات من هنا وهناك مما لا يوجد له أصل، إن كان له أصل فالأصل مفقود، كما اعترف بذلك الحيدري، قال 400 تلفوا وفقدوا إلا 80، وخالفه السبحاني فقال إلا 16. وبالله التوفيق. معنا اتصالات ولا؟ أبو خالد من السعودية، تفضل أخ أبو خالد، حياكم الله. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالك يا شيخ عبد الرحمن؟ الحمد لله، تفضل. أحبك في الله ولا أحبك الله الذي أحبتني فيه، جزاك الله خيرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول الحق أبلج لو يبغون رؤيته، هيهات يبصر من في ناظريه عمى. والله أن لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. هناك آية صريحة في القرآن تكفرهم، وأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. طيب، يبتغون فضلا من الله ورضوانه، من الله ورضوانه. وبعدها تكملة الآية ليغيظ بهم الكفار، فمن يغتاب من الصحاب أو يغيظه الصحابة فهو كافر. نص قرآني. جزاك الله خيرا. نحن ذكرنا هذا الأسبوع الماضي الله يحفظك، وشكر الله لكم.
إن كان عندك أي سؤال ثاني بارك الله فيك. إذا سمحت لي تفضل. أن لو كان علي وليا للمسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان أمرا إلهيا إلزاميا لنفذ من فوق 7 سماوات. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى عندما وضع البيت الحرام القواعد لنبي الله إبراهيم وإسماعيل وكان في زمن ليس فيه النبي محمد أساسا ولم يبعث ومع ذلك دافع عن بيته لأنه كان وضعه على الأرض أمرا إلهي، فكيف يكون عليا أمرا إلهيا ولم ينفذ من فوق 7 سموات؟ هل ناقة صالح عليه السلام أفضل من علي عندما يدمر أمة من أجل ناقة؟ هذه أوامر إلهية إذا لم ينفذها البشر نفذت من فوق 7 سماوات. بارك الله فيك جزاك الله خيرا بارك وحفظكم. معك خالد خالد من القطيف. يا ميت هلا كيف حالك؟ بخير الله يسلمك تبارك الله طيب. بارك الله الحمد لله بارك الله فيكم. أولا ثانيا كيف بالنسبة للاتصال اللي قبل شوي الأخ من العراق اللي يتداول هذا الكلام أنا سمعته طبعا لما كنت أنا أحضر معهم في الحسينيات فأنه يصرع لها الرجال.